لو سألتك عن طبيعة يلا. هذه المخلفات، نحن نتحدث عن انفجارات ناتجة عنها. في بعض من هذه المخلفات يعني يأخذ أشكال مختلفة، منها ما هو يأخذ بشكل القلم، ومنها ما يأخذ شكل اللعبة، ومنه ما يأخذ يعني أشكال كثيرة حتى تغري الطفل بلمسها أو حملها. وهذا هو الخطر الحقيقي والدالة الحقيقية على استهداف الجيش الإسرائيلي للأطفال ولصغار السن.